سباق محموم بين أكبر أحزاب الموالاة للظفر بمقاعد تشريعية 2017 والرهان الأكبر على الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي. سعدان يفتح أبواب الانخراط الإلكتروني على مصراعيها للحفاظ على الريادة في المشهد السياسي. إذن فتحنا هذا الباب تاع الانخراط الإلكتروني على مستوى مركزي، لكن الطلبات تحول مباشرة وبسرعة المطلوبة إلى الهيئات القاعدية عن طريق المحافظات. قلت استجابة الآلاف من الطلبات اللي وصلتنا إلى حد الآن عن طريق الموقع الإلكتروني. عندنا أكثر من 120 صفحة تابعة للمحافظات، وهي صفحات مربوطة مباشرة مع الصفحة الرسمية للحزب، إضافة إلى الصفحات الخاصة بمختلف الإطارات ومختلف المسؤولين ومختلف المنظرين. إذن حزبنا يعتبر الآن رائد في على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، من حيث تلقي المعلومات، من حيث نقل المعلومة، من حيث الترويج للمعلومة، ومن حيث الاتصال. التجمع الوطني الديمقراطي الذي يسعى لسحب البساط من تحت قدمي غريمه السياسي لافلان يقود هو الآخر حملة إلكترونية لتجنيد المناضلين تحسبا للمواعيد الانتخابية القادمة. حركة مجتمع السلم التي تناضل وباقي أحزاب المعارضة لتعديل بعض مواد مشروع قانون الانتخابات تقود هي الأخرى معركة على شبكة الانترنت حتى وإن لم تحسم خيارها بعد في المشاركة في استحقاقات العام المقبل. نافذة تقول انخرط في حركة مجتمع السلم. لا طبعا، احنا بالنسبة لنا احنا أداة من الأدوات، ليس هي كل شيء، لكن احنا معتبرينها أداة من الأدوات اللي فتح المجال أمام الشباب. هو دوك كل ما تتحرك العملية السياسية كل ما تبدأ الاهتمام الناس أكثر، والاهتمام هو اللي يدير الانخراط. الأحزاب السياسية وعلى رأسها أحزاب الموالاة تجند